في النور الحقيقة تبان. الطاقة المتجددة مصطلح نردده من عدة سنوات، ونقصد به الطاقة التي لا تنتهي، وهي المصدر الذي تعتمد عليه أغلب دول العالم في تسديد احتياجاتها. ندوة اليوم تناقش بعض هذه المصادر الممثلة في الطاقة الشمسية والنووية. من أول أيام الفراعنة لما اهتموا بالطاقة الشمسية وعبدوا الشمس، وبعدين جه أينشتاين برضو قال إن الطاقة تساوي يعني الكتلة في مربع سرعة الضوء. دي معناها إن احنا عايشين في عالم من الطاقة، فكلمة الطاقة يعني كلمة تشمل الكون كله اللي مكون الطاقة. كمان الصراع اللي على الطاقة دلوقتي بقى يعني قاسي جدا، والعالم كله بيتصارع على مصادر الطاقة. من هذا المنطلق حبينا ان احنا نلقي الضوء على الطاقات الجديدة اللي موجودة، زي طاقة الطاقة النووية وطاقة الشمس سواء الحرارية او الضوئية وطاقة الرياح. أنا بشكر حضرتك يا فندم، شكرا جزيلا. الندوة بتاعت النهاردة هي ندوة إحدى ندوات الجمعية اللي هي جمعية خبراء الصفوة، صفوة الخبراء. الجمعية دي بتعمل الندوات كتير في مجالات شتى، اشتركت في حاجات كتير على مستوى الدولة. النهاردة بنتكلم عن الطاقة مخصوص، الطاقة الجديدة والمتجددة والطاقة النووية. الطاقة الجديدة والمتجددة إن شاء الله أنا اللي بتكلم عنها، وبتكلم عن أحدث حاجتين موجودين في العالم، واحدة منهم في الطاقة الشمسية اللي موجودة في أحدث حاجة في العالم، وطاقة الرياح برضو اللي موجودة أحدث حاجة موجودة في العالم. الطاقة الشمسية بتستخدم في الزرع، بتستخدم في التكييف، بنعمل تكييف بدون كهرباء بدون فريون، بتستخدم في مزارع السمك في وسط الجبل، ودي تمت في محافظة جنوب سيناء. بتستخدم في مزارع الدواجن اللي هي بتستخدم طاقة عالية في التدفئة، دي بتستخدم فيها ودي اتعمل وتنفذت. بتستخدم في حمامات السباحة اللي هي في التدفئة احنا بنستخدمها، وتمت الكلام ده. بتستخدم على مشروع كبير على التوك توك بيوفر في اليوم 40 مليون دولار. ناقش المتخصصون أهمية المشروع النووي المصري ومميزاته وكذلك أضراره، لكنهم اتفقوا على ضرورة البدء سريعا في هذا المشروع. الطاقة النووية هي طاقة المستقبل، هي والطاقة المتجددة، فالطاقتين دول هم طاقة المستقبل. لو انت تأخرت بترتفع الأسعار، يبقى انت دخلت في سكة أصعب وتبقى فيها صعوبة. فانت بتبدأ من النهاردة، الحمد لله بدأنا، لأن موجود إرادة سياسية هي اللي بتدفع هذا المشروع. فوجود إرادة يبقى إن شاء الله في مشروع نووي، لأن هو طاقة المستقبل. خلي بالك، هو العالم كله رايح لهذا الاتجاه، هو الطاقة المتجددة. هي الشمس بالنسبة للمصري القديم، هي كانت أول حاجة عبدها المصري هي الشمس، اللي هو الإله رع اللي هو الشمس. فكانت الشمس بالنسبة لهم هي الطاقة، هي الحياة، هي اللي بينمو النباتات اللي هو بيعيش عليها، والحيوان، لعملية التمثيل الضوئي، عملية الحرق، فكلها ليها علاقة بالدورة بتاعة الإنسان وبقية المخلوقات اللي معاه. وطبعا المصري القديم شيد معابد كتير للإله رع اللي هو إله الشمس، وبنشوف كتير من المعبودات على رأسهم الديسك أو الدايرة بتاعة الشمس. بعد كده جه في عهد الملك إخناتون حرر المعنى بتاع الشمس، وبقى اسمه إخناتون أخن أتون، اللي هو أتون اللي هو الطاقة الكامنة في الشمس. فحرر المعنى من الشمس كظاهرة فلكية إلى الطاقة الكامنة في الشمس، فكان الناس بيتعبدوا إليه وهو بيتعبد إلى إله الشمس. وبنلاقي الشمس بيطلع منها أشعة، واحد في إيد والتاني في علامة عنخ اللي هي علامة الحياة. وقعت الحكومة المصرية منذ عدة شهور عددا من الاتفاقات حول استخدام الطاقة الشمسية وإنشاء بنية لها، كما تعمل عدد من شركات القطاع الخاص على الاستثمار في هذه الطاقة النظيفة. طاقتان تحتاجهما مصر لتلحق بقطار الانطلاق نحو مصاف الدول الكبرى هما الطاقة الشمسية والطاقة النووية، والاثنان مجالان تسعى الدولة المصرية كثيرا خلال السنوات الأخيرة لدعمهما بأموال ومشروعات وإرادة حقيقية. من القاهرة فريد إدوار، سي تي في. في النور الحقيقة تبان.